الحمرة أكلة شعبية قديمة، كان يسوونها أولي أهلنا بالشعير، كان يدقون الشعير ويذرون ويصفون ويصير مثل الطحين ويسوون قراص صغار على الصاج. نجيب البصل نفرمه ناعم يعني حيل، فنحط السمنة ونحط البصل أو ردنا زيت، يعني الزيت أحسن طبعا. نحطه على النار نسوى البصل، بعد ما يستوى البصل نخلط دبس فليفلة حار أو بارد أو وسط، بعدين نحط دبس خاشوكتين دبس مربى البندورة، حبينا نضيف لها بقدونس، حبينا نضيف لها يعني سمسم. عجن العجين مثل عجين الخبز العادي يعني. هنا عندنا احنا العجين اختمرت، نقطعها قطع صغار صغار ونخليه يرتاح. نروح على التنور، نعلج التنور، يحمى التنور، نصير نخبز. نخبز قرصة المحمرة رقفان صغار، ندهن الرغيف بالمحمرة، حطها بالتنور.